أخبار الاقتصاد، أهلا بكم. وقع مجمع سون الغاز اليوم بالجزائر العاصمة على اتفاق مع المجمع الأمريكي جنرال إلكتريك، يهدف إلى توسيع القدرات الحالية لمشروعهما المشترك جنرال إلكتريك الجزائر للتوربينات جيات، لا سيما من خلال إنتاج معدات المراكز الكهربائية للتوتر العالي والعالي جدا. وجرت مراسم التوقيع بمقر المديرية العامة لسون الغاز تحت إشراف الرئيس المدير العام لسون الغاز مراد عجال، وبحضور عدد من إطارات المجمع، إلى جانب وفد من مسؤولي جنرال إلكتريك يترأسهم المدير التنفيذي لخدمات الطاقة في جنوب آسيا والشرق الأوسط وإفريقيا. المشروع الذي يعد الأول من نوعه على المستوى الإفريقي سيمكن من تنويع منتجات شركة جيات بتوجيهها نحو تصنيع محولات كهربائية للتوتر العالي والعالي جدا لتلبية الحاجية الوطنية في المرحلة الأولى قبل التوجه إلى التصدير في آفاق 2026. التنويع هذا جاء لضرورة ملحة اليوم، وهي تصنيع محولات ذات توتر عالي وعالي جدا. هذه المحولات يعني كنا نستوردها بالعملة الصعبة، الثمن جد مرتفع وأجال للتسليم جد مرتفع. أما اليوم إن شاء الله بفضل هذه العقود التي أمضيت اليوم راح يكون نعود نصنعوهم في وطننا العزيز، وبالتالي يعني راح يعود عندنا اكتفاء في السنوات القادمة لتصنيع هذه المعدات ذات التقنية والجودة العالية. هذا المصنع هو الأول إفريقيا، وبالتالي يعني هذا مكسب كبير وكبير جدا للدولة الجزائرية. يشرفنا تعزيز علاقاتنا مع سوناغاز، ومن خلال هذا التعاون نهدف إلى نشر تقنيات متطورة لتطوير الشبكة الوطنية في الجزائر، والتي ستعمل على تحديث الشبكة بالبلاد وتحسين فعاليتها وتسريع الانتقال الطاقوي في الجزائر. في موضوع آخر، أكد وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون على أهمية خلق شبكة للمناولة في مجال صناعة السيارات تستجيب للمعايير الدولية. وأشار عون إلى أن الهدف من وراء ذلك هو ضمان إطلاق صناعة السيارات ترتكز على الإدماج المحلي من خلال إنشاء شبكة المناولة التي تستجيب للمعايير الدولية فيما يتعلق بالجودة والسلامة. كما ذكر وزير القطاع بأن مناخ الأعمال أضحى ملائما لاستقطاب الاستثمارات الوطنية والأجنبية في مجال صناعة السيارات، وهذا من بين المزايا التي يوفرها قانون الاستثمار. إلى أحد أهم المشاريع التجارية الاستراتيجية، ميناء جنجن بولاية جيجل الذي يعد ركيزة هامة في مجال التجارة الخارجية وداعما قويا للصادرات خارج المحروقات، تم توسعته مؤخرا للرفع من قدرة استيعابه إلى أزيد من 12 مليون طن سنويا. عبد العزيز عليم. خصوصية ميناء جنجن بولاية جيجل في استيراد المركبات لم تحل دون توسيع وتنويع خدماته لرفع طاقة استيعابه في معالجة مختلف السلع والبضائع في أزيد من 9 نهائيات، أهمها نهائي الإسمنت، المعادن والصلب، السلع المختلطة، الزفت، الحبوب، تخزين الزيوت النباتية، ونهائي تحويل البذور النباتية. سجلت إلى نهاية نوفمبر 2023 زيادة ب 16%، حيث وصل النشاط إلى 9.2 مليون طن. نطمح بلوغ خلال سنة 2024 حيث نصل إلى 12 مليون طن، وعلى المدى الطويل خلال سنة 2030 إن شاء الله نصل إلى 30 مليون طن. من أهم المشاريع المسطرة إتمام أشغال نهائي الحاويات بميناء جنجن، مما سيسمح برفع قدرة استيعاب هذا الميناء إلى حوالي 2 مليون حاوية EVP، ما يعادل 20 قدم، ورسو سفن ذات حجم كبير 14 ألف EVP.
الميناء تدعم بخط لوجستيكي لنقل البضائع يربط مباشرة الجزائر بالصين لتنشيط مختلف المبادلات التجارية على تنوعها، كما تدعم الميناء بنظام رقمنة لتسهيل التعاملات التجارية وتسريع معالجة الحاويات بمعدل 24 حاوية في الساعة. احنا كوكلاء عمر الحمد لله لقينا تسهيلات في كل في الميناء، خصوصا الجمارك ولا لو بي جي لمصالح الفلاحة ومصالح التجارة، يعني سهلوا الأمور علينا الحمد لله. مصالح الميناء، مصالح التجارة، مصالح الفلاحة وخاصة مصالح الجمارك اللي واقفين وقوف صراحة تام لتسهيل كل العمليات التجارية فيما يخص سواء كانت تصدير أو كانت استيراد. كاين اون اوغمونطاسيون تاع لي امبورطاسيون لي اوبيراسيون دومبورطاسيون ديكسبورطاسيون، دونك كامل الناس اللي خدامين هنا في ميناء جنجن متجندين باش يسهلونا الامور. تحقيقا لبعث التوازنات التجارية بين مختلف واجهات الوطن البحرية من غرب البلاد إلى شرقها، تراهن الدولة على ميناء جنجن ليصبح قطبا تجاريا ينفتح على كل الوجهات البحرية العالمية ويمكن من قيمة مضافة للاقتصاد الوطني. أعلنت لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها عن منح اعتماد مؤقت مدته 12 شهرا لشركة يونيفستي كمستشار استثمار تساهمي وفقا لأحكام نظام اللجنة المتعلق بتحديد شروط اعتماد وممارسة المستشارين في ميدان الاستثمار التساهمي ومراقبتهم. ويتولى مستشار الاستثمار التساهمي مسؤولية إنشاء وإدارة منصات استشارية عبر الأنترنت في مجال الاستثمار التساهمي مع استثمار وتوظيف أموال الجمهور في مشاريع استثمارية تساهمية. ننتقل معكم الآن إلى عرض لأسعار بعض المنتجات الفلاحية التي سجلت اليوم. دوليا، سجلت اليابان عجزا تجاريا للعام الثاني على التوالي، ويرجع ذلك جزئيا حسب تقرير إحصائي إلى ضعف الين، لكن العجز كان أقل بكثير من العجز القياسي المسجل العام السابق، حيث أدى انخفاض أسعار الطاقة إلى انخفاض فاتورة الواردات. وأظهرت البيانات ذاتها أن العجز المالي قد بلغ حوالي 38 مليار دولار، وهو مستوى قياسي مقارنة بالفترات السابقة. تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم، حيث سجلت العقود الآجلة لخام برنت انخفاضا بنسبة 0.2% إلى 89 دولارا و81 سنتا للبرميل، كما هبطت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.2% إلى 85 دولارا و17 سنتا للبرميل. انتعشت أسعار الذهب خلال المعاملات الفورية بواقع 0.3% لتبلغ 2389 دولارا للأوقية، كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب إلى 2405 دولارات للأوقية. ختام الاقتصاد بصرف بعض العملات الأجنبية مقابل الدينار الجزائري. نهاية النشرة الاقتصادية، شكرا على المتابعة، سلام عليكم.